بالنسبة للمواد الغذائية الفاسدة، هي منتشرة بالسوق 90%. أكثر العالم تعرف أن المحلات بها مواد فاسدة، وأغلب الناس قاعد تأخذ من هاي المواد الفاسدة بسبب الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار. طبعا هي والله مضرة، تسبب أمراض كثيرة، ولا سمح الله ربما تؤدي إلى التهلكة يعني. أما إحنا مضطرين نتأقلم مع هذا الوضع بسبب الاقتصاد، وما نقول غير لا حول ولا قوة إلا بالله. ناس كثيرة قاعدة تشتكي من الموضوع هذا، والبضاعة صارت يعني كثيرة بالسوق، وقاعد العالم تتضرر حيل وميل من الموضوع هذا، لأنه أكثر شيء تتضرر منها الأطفال. الأطفال تصيبهم إسهال، وتصيبهم سخونة ومراجعة. يعني تسبب أمراض، يعني عندك سيلان، عندك تشنج معدة، تسبب أمراض كثيرة يعني. وفي عالم تضطر تأخذها، ليش؟ لأنه يعني أقل تكلفة، يعني أقل تكلفة على المواطن، واليوم المواطن يعني دخله ضعيف يعني. بالنسبة للرقابة والتفتيش، موجود رقابة وتفتيش، وقاعد يمرون على المحلات، ولكن اليوم أبو المحل يعني إذا عنده بضاعة منتهية الصلاحية أكيد ما راح يعرضها على الرف، يعني لأنه يعرف إنه في رقابة وفي تفتيش. هي جاي يحطها بغير مطرح، او يحطها بمستودع، او شيء هي جاي يصرفها بغير طريقه، يعني باقل تكلفه. طبعا انعرضت حاليا، تجينا السيارات تبيع هاي البضاعه باسعار رخيصه حيل، يعني نقدر نتعامل بها ونربح ونستفاد، بس اول شيء شغله يعني اول شيء ضر الناس، ثاني شيء تضرب سمعه المحل، فلازم تكون هناك يعني رقابه تشدد على هذا الموضوع مشان نخلص من هاي المشكلة. فأسع البضاعة هاي موجودة مثلا يعني ببسطات نشوفها بأسعار رخيصة، وحتى العالم تجي تقول لنا انه بالبسطة البضاعة أرخص من عندكم، وهذا الشيء صحيح، بس انه نعرف انه هي الفكرة انه البضاعة منتهية مدتها يعني.